الحمد لله رب العالمين. شوفوا تبارك الله الطبيعة والجمال الساحر ديال تفوغلت من الأعلى، اللهم بارك. هو الملعب ديال تفوغلت ما شاء الله، اللهم بارك، منظر رائع ما شاء الله. داكشي علاش نقول لكم حاولوا تبارطاجيو الفيديو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم دائما الجديد عبر القناة عبد اللطيف القنوري. تاكنا العسكرية هاي الفوق، شي نهار ندير ان شاء الله نمشيو لديك الجهة اللي ملهية. فضلنا باش نجيو من هاد الطريقة هادي باش نشوفوا الجمال الساحر ديال تفوغلت. ورا شي كلاب راهم حاضيننا ملهي، ها شي كلاب لهيه راهم حاضينني. اهرب اوليدي، شوف تبارك الله، صلي عليك يا رسول الله. احسن حاجة وهي تجي للطبيعة وتشوف الدعوة كي دايرة ما شاء الله. ها اللوز، الطريق ديال لابيس اللي جينا بها، ها هي المقاتلة، ها هي. اذا حنا ان شاء الله غادي نمشيو ونرجعو معاها بالطريقة هادي وندخلو ان شاء الله، ندخلو ان شاء الله لتفوغلت، نشوفو الدعوة كي دايرة ونمشيو مع الطريق ديال زكزل ان شاء الله. تحياتي لكم. يا سلام، تبارك الله، صلى الله عليك يا رسول الله، اللهم بارك. الحمد لله على هاد الخيرات، البلاد بلادنا زينة تبارك الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. شوفوا الطبيعة، شوفوا الجمال الساحر ديال تفوغلت ما شاء الله. غادي نحاول نتمشاو شوية في الطبيعة، الطبيعة يا ربيعة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذاك لاروي ها هو كلهيه، الصحراء بعيد شويه. اوكي، حتى المغرب عاد كيحزل لهنا شويه باش كياكل يعطيوه الماكله. نصبر نشوف اذا كاين شي وحده هنا ولا اوكي. ما كانش داك لاروي كيكون في الجهه اللي ملهيه، حتى جويه المغرب عاد كيجي باش كيعطيوه الماكلة. الله اخوتي، ما كانش بحال بلادنا، بلاد الخير تبارك الله، بلاد الطبيعة وبلاد الجمال الساحر ما شاء الله. الحمد لله. يا سلام ما شاء الله، اللهم بارك. تفوغلت يا النوارة، تفوغلت يا تفوغلت، جبال وديان تريرين. الله الله يا الله مولانا، اللهم مولانا. استغفر الله. يا سلام، شوف واحد الديكور كبير، شوف ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. ما كانش محسن من الطبيعة، ما كانش محسن من الجو الجميل. يا سلام، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. اللهم لك الحمد. شوف 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 يا المنظر تبارك الله ما شاء الله. غادي ندير معكم واحد الحاجه زوينه. شتو داك الجبل؟ هذاك الجبل اللي راه لهيه اللي كتشوفوا فيه الان، وهاديك الطريقه اللي غاديه هاك
اللي غادي هاك عرفتوها هاي درتها بلا موطو. هذيك درتها بلا موطو كتفوت مر الجبل شو كتلقى دوار مالو ورطاس دوار مالو جواهرة وكان الطريق اللي تديك العنايه المو وكان اللي تهودك البركه. شوف تبارك الله الحمد لله والله العظيم الى بلادنا زينه ما شاء الله. المحب لاستكشاف الطبيعه بصراحه بحال دابا جاتني قريبه فهمت. دابا نركب على الموطو فنفوت ديك الطريقه هذيك ونهود منها وداك الريزورات تما تهود منها تقريبا واحد 10 عندك سيدي من حتى تما عندك 10 20 25 كيلومتر تلقى راسك في دوار مالو وتهود واحد 10 عاود هكذا تلقى راسك في بركان. يعني بشحال نقولوا حنايا 45 كيلومتر ولا تلقى راسك في بركان الا فت فهاد الطريقه هذه. غادي تزيد على راسك تزيد على راسك شويه ديال الا هودت غير منا لمغاره الحمام وتفوت زقزله وتهود سيدي شنو نقول لك ما نعرف تزيد 20 20 23 على حسب. الله 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 تيري ميري كهاله جوهي مشكل ها 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 الخير تبارك الله ديال مولانا هذه الحفره ديال الارانب هذا يدل على ان خيرات ربي كاينه هنايا موجوده ما شاء الله ما شاء الله. هناك ارانب وهناك جربوع يا سلام وأيضا هناك عقارب سامة وأفاعي هنا يا سلام. أحضروا أحضروا من هذه الأفاعي السامة أنا نشمهم بعد أخوتي. ها أنا خصك تكون مستكشف وتكون هذه ديال العقرب ها هي وها هي ديال العقرب عاود ها هي إذا تلقيت ديال الحنش نقولها لكم هاي شوف هذه ديال العقرب ها هي لاستكشاف الطبيعه. هنا في كاينين لاروي حيوانات لاروي تقريبا كيعطيهم كرهم مشاو ليه شفتهم هاهم ليه هاهم ليه ربما مغاديش يبانو بالحساب الكاميرا يعني على حسب جوه المغرب كيجيو حتى لهنايا كيعطيهم الماكله السيد اللي مقابل لك شي وكيعطي لهم مع الصباح يكونوا قراب بزاف اللي بغى يشوفهم شي واحد يجي مع الصبح بكري ولا مع العشيه. بالنسبه للنهارات الاخرين كيكونوا بعاد شويه كيمشيو من الجهه الفوقانيه ولا يمشيو من الجهه الملهيه لحقاش هذه راه محميه عند هذاك الشباك اللي راه داير لها عرفت ذاك الشباك ها هو راه داير مع المحميه كامله داير من الجهه الملهيه باش ما يوقعش باش يمشيوش للطريق ولا يوترو في جهه اخرى ولا واحد الشباك لها واحد الباب في الاول كان ديك الباب هالك الباب اللي ملهيه وفتا لي كحزوها حتى لها ردوها هي الباب يا تحياتي نهاركم مبروك.